وانفا ماشي يعني تعينوا اقتراحوا هو وشي ثلاثه ولا اربعه اخرين والمجلس ديال المستشارين او المعارضه هم اللي يحسمون في الرئيس باش ما يقولش كل حق راه اختاروا رئيس كيطبل لهم ولا الحكومه اختارت رئيس كيطبل لها. فماذا بنا ان اللي غيمكن انه يحسم بهذا الامر هو تكون تكون الاستقلاليه في القرار من خلال المجلس ديال المستشارين من خلال المعارضه. اذا حنا قلت صراحه كنتفائلوا بهاد مثل هاد اللقاءات لان هادي فرصه فين يمكننا نعدلوا بمجموعه ديال المقتضيات ماشي فقط في المجلس الوطني كذلك حتى في قانون ديال 1388 اللي باقي تعتريه مجموعه من الاخطاء والنواقص. وهذا الشيء غادي يجي ان شاء الله دقه اللي بغينا نشيروا ليه كذلك هو عوده للمجلس الوطني وهو ان التشكيله ديال المجلس الوطني يجب ان تراعي التخصصات. يعني لما كانت تحدثوا على هيئه المحامون وكذلك ممثل السلطه القضائيه فنحن كنتحدث على قطاع واحد على مجال واحد يعني القضاء فحبذا يكون واحد فيهم اللي يمثل ونفتحوا الباب.